لفقرتنا التالية، شو في جديد؟ بهالفقرة بيطل علينا الخبير الزراعي مروان حيدر مباشرة من بيت الزراعة. عوافي. عوافي، بونجور. يعطيك العافية مروان. الله يعافيكم. شو عندنا لليوم؟ اليوم قررنا نعمل فلة. نعم، لانه كثير علينا طلب وما رح فينا نوزع مناطق كثير بعيده، لانه رح يطلعوا الشباب على الدراجات، فتقف ممطر، بدنا نجرب بس الدراجات تكون ضمن المنطقه القريبه يعني. وبدنا نطلب من الناس بليز يحكونا على 03-000-910 وعلى 410-982، بس على هول الرقمين، لانه انا رقمي بعد شوي بكون عندي حلقه ما رح اقدر ارد عليه، احسن ما يفكروا معي برد على التليفون. اوكي. اليوم عنا فلة فتوش، أكيد فيها الخس، بردون تبولي فيها الخس، البقدونس، البندورة، النعنع، أكيد فيهم ثوم، وفلة الفتوش يلي فيها نعنع وبندورة وفجل وبصل، وكمان نعنع وبقدونس. عنا فلة قرنبيط مع نعنع بندورة وبصل وبطاطا وثوم. وعنا فلة القيد مع بقدونس وبطاطا وبصل وثوم. وعندنا فلة كوسة مع بندورة وبصل وثوم وبقدونس. وسلة فواكه فيها مون وكليمونتين وابو سكر. عظيم. هاو هن الثلاثة اليوم. ما كثرنا كثير الاصناف. رح نجرب قد ما فينا نلبي بكير، بليز بده يحكينا ضروري قبل العشرة لنقدر نوزع. بتعرفوا غبنا عنكم فترة وكثير طلبات عم بتكون قوية علينا، والكمية منا كثير كبيرة، فبليز اللي بده قبل الساعة 10 وعلى الرقمين 03-000-910 و04-410-982. وكمان بدنا نقول انه صار في عنا الكعك الطيب يلي هو على دبس وعلى سيريال، وعنا كمان زبيب بعنب بلا بذر، نوعية كثير طيبة، عاملينه نحن هيك نص كيلو نص كيلو، نوعيتهم طيبة كثير وطعمتهم جدا رائعة. نعم. هوني واكيد كل المنتجات الموجوده من عسل، رز البندوره، رز الحر، زيت الحلو، اي شغله موجوده بعدهم فينهم نبعثهم معهم بالدليفري للسليل، نبعث معهم المنتجات. لاي ساعه فيهم ضلوا يتصلوا؟ ماكسيموم للعشره، بتعرف من وراء قصه الكونفينمون عم نجرب قد ما فينا نخلي هذه اول نهار لنا عم نوزع السليل، لحتى ما نصدر كثير الدراجات لانه في باقي الشتي، وبتعرف طلبات بالدراجه ما بتساع كثير. نعم. يعني بدنا نضل نروح ويرجعوا كذا مره، مشان هيك بدنا نبلش بكير لحتى نوصل بكير على هيدا اللي عنا اياه لليوم. واكيد مثل ما ذكرت كل المنتوجات من ورق عنب، من زيت، في عنا العكوك على فوقها. نعم. العكوك والقرص عني والهليون، هدول من جبال لبنان موجودين، معمولين مكبوسين بقلب مربين، طعمتهم جدا طيبه ونوعيتهم جدا رائعه. بس اذا ذكر كثير ما يطلبوا على رقم 03-010-19، يطلبوا على هوديك الرقمين لانه ما راح اقدر رد، لانه بعد شوي بكون عندي حلقه بيوم جديد، ما راح اقدر رد بس مشان هيك. نعم. وهالسيل موجوده وفي بعد الساعه 10 يحكونا. بدنا لك يعطيك العافيه مروان، شكرا لك. الله يقويك، نهارك اسعد كمان.